ونتابع في الأخبار السياسية، فنتائج الانتخابات الحزبية الأمريكية بعد تصويت الثلاثاء الكبير حسمت لصالح ترامب وكلينتون. وتقليديا انقسم الناخبون العرب إلى ثلاثة أقسام، مؤيد للجمهوريين وآخر للديمقراطيين وثلث أخير يدعمون المستقلين. في مطعم فلسطيني في فولس تشيرش في ولاية فيرجينيا يحاول مدير المؤسسة العربية الأمريكية لمكافحة التمييز سامر خلف أن يتعرف على المرشحين الذين تدعمهم الجالية. النتائج قد تكون مفاجئة. هيلاري got 11، دونالد ترامب got 11. فهيلاري كلينتون ودونالد ترامب يتساويان في الشعبية على الأقل ضمن هذه المجموعة. ترامب لم يقل شيئا سيئا عن الفلسطينيين، طلب منه أن يأخذ موقفا من الصراع ورفض. قال إنه يجب أن يكون محايدا وأعجبني ذلك، فهو لا يحتاج لأموال اللوبي المؤيد لإسرائيل. مؤيدو ترامب الذين جاءوا لحضور نتائج انتخابات الثلاثاء العظيم يحللون مواقفه التي تعتبر معادية للعرب، مثل طلبه تجميد دخول المسلمين إلى الولايات المتحدة بطرق مختلفة. هو ليس ضد العرق العربي، ولكنه ضد المسلم الذي ينكر لأصله ولبلده الأصلي. لكنه موقف لا يشاركه الجميع. في البداية في عرب كثير بيحكوا لك إن ترامب ممثل، إذا دخلناه في البيت الأبيض رح يتغير، كل شيء رح يتغير، he's a businessman، رح تنجح البلد. بس ضميري بخلينيش صاوب لو واحد كذاب، يعني بالآخر يعني إحنا قاعدين نصاوب لو واحد ممثل. إذا بدك كانت اللي رح يفيد القضية الفلسطينية أو القضية أو المشاكل العربية، ولا واحد رح يفيد فعلا، ولا واحد راح يفيد فعلا. فإذا فبدك تركزي على مين أحسن نحن هون كعرب وكمسلمين بأمريكا، بتوقع أنه هيلاري أفضل ما يكون. أنا صوتت لبيرني ساندرز لأنني أعارض الحرب في العراق والتي هي عار على هذه البلاد، وبيرني ساندرز من السيناتورز القلائل الذين صوتوا ضد الحرب. ورغم انعدام الاستطلاعات التي تكشف عن تصويت العرب الأمريكيين في الانتخابات التمهيدية، إلا أن غالبيتهم صوتوا للديمقراطيين في الانتخابات العامة خلال العقد الماضي، رغم أن هذا لم يكن دائما موقفا ثابتا. والناخبون العرب الأمريكيون باختلافهم هذا يشبهون بقية الناخبين الأمريكيين. منى الشقاقي، العربية، فولس تشيرش، فيرجينيا.